رجعنا لكم من جديد ورح نتكلم على أكثر الموضوعات اللي إحنا البنات نحبها ونموت فيها وقريبة على قلبنا ودائما نحب حتى ممكن نعمل ريسيرش عليها أو أبحث عشان نعرف كيف نستفيد. وموضوعنا اليوم حيكون عن الشعر. طبعا شعرنا بيتعرض لكثير من العوامل البيئية اللي ممكن تؤدي لتساقطه والعوامل اللي إحنا بنعمل الخراب لنفسنا سواء كان سشوار أو كيرلين آيرن وأشياء كثيرة وقاعدين نهبب فيها. طبعا اليوم رح نعطيكم نصائح عشان نقدر نعتني بذا الشعر بدون ما يتقصف ونساعد على ان احنا نخلي الشعر يكون اكثر كثافه. صحيح ايمان، احنا لازم نبعد عن كل الاخطاء اللي بنتعامل او بنستعملها في شعرنا ونبعد عن الاخطاء الشائعه اللي ممكن تضر شعرنا، وفي المقابل نتعلم الطرق او افضل الطرق الصحيحه للمحافظه على شعرنا. طبعا راح نتكلم عن هذا الموضوع في هذه الفقره مع ضيفتنا خبيره التجميل شهرزاد فيصل. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا بكم في سيدتي. شهرزاد نورتينا. نور بنوركم. شكرا. شهرزاد، في البدايه كيف اعرف انه شعري فيه مشكله غير التساقط؟ التساقط كلنا عارفين لما نتساقط شعر في مشكلة، لكن هل في طرق أخرى؟ أول شيء في طرق كثيرة تقدر تقولي أنه منها في مشاكل في شعرنا. المشاكل للشعر تيجي أول شيء 4 نقاط، إما تساقط أو عندك تقصف أو عندك الشعر نفسه بتتقطع أو عندك الجفاف الزائد اللي هو ما في حيوية، ما في لمعان. في حاجات كمان الواقفة هذه يسمونها عطاطيب. هل هذه فعلا كمان من ايش سميتيها؟ العطاطيب. هذه تيجي من التقصف والتقطع. صحيح. طب من بنتكلم عن التقصف والتقطع هذا اللي قاعد يصير، طيب ايش هي الأسباب المعينة اللي بتؤدي لهذا الشيء؟ طبعا في أسباب مرة كثيرة، بس أهم حاجة حابة أقولها في حلقتنا اليوم انه في اسباب كثيره لازم المشاهد او العميله لما تيجي على الصالون او تروح عند الطبيب تعرف السبب الاساسي لتساقط الشعر. عاده انا في الصالون بيجوني عميلات بيقولوا لي انا عندي مشكله في شعري ابغى علاج، فبقول لهم طب تعالوا نسوي لك تشخيص لشعرك او خلي اخصائيه الشعر تقترح لك علاج. صحيح. وفي كثير من الاحيان العلاج مو عندنا عند الطبيب، فتقول لي لا اختار اي علاج كذا من الكتالوج، وهذا خاطئ. صحيح. لانه مرات اسباب تساقط الشعر بيكون اسباب متعلقه بصحه الشخص. صحيح. او الروتينات اللي بيسويها بطريقه يوميه اللي هي عاداتنا اليوميه. فعلا اكثر الناس يدورون على العلاج قبل ما يعرفون ايش المشكله يعني. أيوه. ومو كل علاج زي الثاني، كل علاج يفيد حاجه معينه. في علاج مثلا بتروح للصوالين اكثر العلاجات الموجوده هناك تفيد الشعر الناشف، تفيد تقطع الشعر. وشيء مؤقت اغلبها. في مرات الدائم، في علاج يكون من شهر ل3 شهور، وفي علاج يكون من 8 شهور لسنة كمان. وفي كمان الماسكس والبلسم اللي تكون زي ما انت قلتي مؤقتة. صحيح. بس هذه العلاجات كلها بالإضافة للأكل طبعا اللي انت بتاكليه او الأشياء. أيه. اللي بتغذي نفسك فيها يعني. فطبعا لازم العميلة تكون عارفة ايش سبب المشكلة قبل ما هي تتوجه للمصدر، اما حروح للطبيب ولا حروح للصالون. صح. اول سؤال اسألهم هي شعرك بيطيح؟ اذا قالت لي ايوه بقول انت بتشوفي الشعر نفسه، هل هو شعرك طويل كله ولا عبارة عن شعر قصير صغير؟ لأنه عبارة عن شعر قصير وصغير هذا دليل على أنه شعرك بيتقطع. أوكي. يعني شعرك نفسه ضعيف. صحيح. أما لو أنت شفتي الشعر بأكملها موجودة فهذا يعني المشكلة من منبت الشعر. والله ما ركزت أنا صراحة. صحيح. يبالي بعد اليوم أنا حبدأ أركز. هذه أكثر سؤال أسألها العميلات لما يقولوا لي أنا أكثر شعري بيطيح بكل طوله، ابدا اسالهم هل انتم على ادويه؟ بتتعاطوا ادويه بسبب مروركم بانفلونزا او مرض ما؟ لما تقول لي لا اقول لها متى اخر مره فحصتي دمك؟ اذا قالت لي صار لي فتره اقول لها قبل ما اسوي لك اي علاج غالي ومكلف وابدا اسوي بروسيسنج في شعرك اباك تقولي لي نسبه فيتامين دي، نسبه فيتامين بي، نسبه. صحيح. الحديد، لان النقص في هذه الاشياء الثلاثه سبب رئيسي في تساقط الشعر. قد ما انا احط عليها معالجات وعلاجات وماسكات، انا دحين برطب الشعر وبصلح الشعر بس المشكله في المنبت. صحيح. بس شهرزاد احنا عندنا معدل شعرات لو طاحت في اليوم هذا يعتبر انت في الوضع الطبيعي اللي هو كم؟ 100 شعر. يقولوا 100 شعر. 100 شعر يعني ما بقي شيء. بس لا تشوفي 100 شعر. انا كذا احد قال لي 300. لا مو 300. قاعدين يسلكوا لي شويه في الموضوع عشان لا ازعل. لا مو 300، 100 بس كمان. 100 شعره ما بقي شيء. هذه الهاي افريج اللي هو
أسوأ الأحوال وأقول في أسوأ الأحوال ممكن تمشي حالك بمية، بس كمان لا تنسي أنت لما تنامي وبتمشي في شعر كثير بيطيح أنت ما بتشوفيه. المية شعر هذه ترى أنت ما بتعديها، فإذا تراكم معك شعر في منطقة معينة قدرتي تعديها حاجة كبيرة، اتوقعي أنه معدل الشعر بيطيح معك يوميا هي أكثر من 100. هي أكيد الشعرات وتعدها واحد اثنين لا ما حتعدها، بس إذا لقيتي أنه هي يعني بشكل ملحوظ فتقي تماما أنه أكثر من 100. صحيح صحيح. طيب احنا لو تكلمنا على العناية الروتينية بالنسبة للشعر الطويل او القصير، ايش هي اهم الطرق للعناية؟ طبعا الطرق تتنوع، بس انت لازم توازني بين الطرق اللي هي احافظ على الشعر نفسه بس نفس الوقت احافظ على صحة المنابت. صحة المنابت عادة تكون بالعادات اليومية وتكون كمان بطريقة التغذية. صحيح. عادة البنات لما يدخلوا في دايت، في دايت يكون الفيجيتيريان دايت من تكوني مرة بعيدة عن البروتينات واللحوم والأسماك وكذا، بتلاقي في نظارة بشرتك بس صحيح. شعرك يروح فيها. صحيح. لأن الشعر محتاج لبروتينات. صحيح. خاصة لما تنزلي كمية كبيرة من وزنك في فترة أيام قصيرة. فترة قصيرة. صحيح. يصير في تغيير في جسمك والشعر يدخل في فترة صدمة. طبيعي. وأنت عارفة صح. الشعر يكون في نوع من السايكل، بداية السايكل يكون الشعر بينمو، النص السايكل يكون الشعر بيتنفس، ونهاية الشعر نهاية السايكل الشعر بيطيح. عادة الخطوة الأخيرة من السايكل احنا ما نوصلوا لمرحلة التنفس أساسا صايرين والله عادة الشعر اللي بيتساقط يتضاعف فترة صحيح. الدايت صحيح. فلازم في الدايت حقكم تكونوا حريصين انه يكون في بروتين ولو دجاج مشوي حاجه بسيطه. صح. هل في اكلات معينه تحافظ لي على الشعر؟ في اكلات كثيره، المهم يكون في بروتين، حتى مرات يكون في بروتين نباتي. في كثير من الصيدليات لما اسافر برا المملكه الاقي في الصيدليات يكون عندهم سبلمنت للبروتين بس يكون للفيجنز. حلو. عشان في ناس كثير ما يقدر ياكلوا صحيح. لحوم و... صحيح. 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 في مره كمان افتكر واحده من عميلاتي قالت لي الدكتور، لانه اقترحت عليها تروح عند طبيب بشره وشعر، فقالت لي الدكتور اقترح عليها تاخذ جيلاتين بشكل يومي اللي هو الجلو اللي احنا بناكلها، في منها كمان خالي من السكر، فلا تقولوا لي زاد وزني بس شعري تحسن. اول مره اسمع عن الجيلاتين. ممتاز جدا، بس ما يكون نباتي يكون حيواني. مو انت ما حينفع تكسبي كل الجوانب في نفس اللحظه يعني. اي والله تزيد صراحه تقدري بشطارتك تقدري. ايوه الواحد يحاول يعمل تقنين في الاشياء اللي بيسويها. صحيح. طب شهرزاد لما بنتكلم اكيد بيقولوا لنا دائما طريقه غسلك لشعرك، المستحضرات اللي بتستخدميها لشعرك، الشامبو، الكونديشنر، يعني هذه الاشياء كلها تاثر، فقولي لنا كيف الطريقه الصحيحه انت كخبيره في هذا الموضوع. قبل كده تكلمت في حلقه عن طريقه غسيل الشعر. بالمختصر المفيد لما شعرك يكون مبلول يكون حساس مره، فلا تمشطي لا تشدي عليه الين ما ينشف. صح. خليكي مره رقيقه بيه لانه هذه هي اكثر فتره بتتقطع فيها الشعر. شعرك يتقطع كثير لما انت مشطيه ومبلول وتاكدي لانه بيتمشط بصعوبه كمان. هذا يعني في تشابك. صح. بس لو نشف شوي حيكون اسهل في التمشيط. أيوه. اسهل من هو مبلول. كثير ناس يقول لك سرحي بعدين ادخل استحمي. صح. ايوه هذا اكثر شيء ممتاز، لانه يقولوا عاده لما تدخلي البلسم في شعرك لازم شعرك يكون في حاله ما يكون في تجاعيد. صح. بس كيف تقدري تحققي هذا الشيء من غير ما تمشطي شعرك وهو مبلول؟ انك تمشطي شعرك وتتاكدي انه ما في ولا تجاعيد، ما في ولا حاجه من الاشتباكات. صحيح. قبل ما تدخلي الشعر. بس هذه طريقه الغسل الصحي اللي بنتكلم عنها، مثلا في احيانا كثير في سوالين نروح يقول لك اخر غسله حط لك اللي هي المويه الشرب الصحه. أيوة. لازم تحطيها في شعرك في اخر غسله عشان التساقط، تستحمي بمويه بارده عشان هذه الاشياء، هل هي صحيحه ولا؟ هي صحيحه نوعا ما، الفكره فين؟ انه احنا حنغسل شعرك اخر خطوه بمويه خاليه من الاملاح. حلو. لان الاملاح هي اللي بتنشف شعرك، وهي مو بس تنشف شعرك، مرات تتناقض مع الصبغه، لون الصبغه، ومرات تتناقض كمان مع العلاجات. صحيح. في كثير من العميلات عندي لما يسافروا في مناطق معينه يرجعوا لي شعرهم اورنج، واستغرب يقولوا لي لانه لما اروح المويه هناك يكون مره مالحه، او المويه هناك فيها نوع من التلوث. صحيح. اصلا في صبغتنا لما يعني نسبح او شيء سبحان الله يصير لونها اساسا اورنج بس انك تعرضتي للشمس والمويه تبعها. لكن شهرزاد سمعت معلومه ما اعرف اذا هي صحيحه او لا، يقول لك الشعر لما تتروشين او شيء يعني ينشف بسرعه معناته انه هو تعبان عطشان، ولما ما ينشف بسرعه معناته انه هو كده كويس بصحه. العكس. جيده. العكس. العكس، لو شعرك ينشف بسرعه يعني الشعر نفسه مش يعني في ما في له عطش.
أيوة. الشعر نفسه ما فيه له فراغات. أما إذا ما بينشف بسرعة وبيقعد فترة طويلة مبلولة، يعني إذا يعني بالمجهر تفرشت على الشعرة نفسها في ثقوب وفي نوع من العطش. هذا يعني شعرك عطشان ويحتاج لترطيب وبلسم كثير. والله معلومات مرة حلوة. أيوة صراحة. صورين كثير اليوم بتقدم علاجات وأشياء كثير يعني وأسماء غريبة عجيبة عن المنتجات اللي ممكن تعتني فيها في الشعر. هل هي علاجات ولا عناية فقط؟ الاثنين. العلاج هو اللي يغير حالة الشعر لفترة معينة، إما شهر أو 8 شهور أو سنة. أما اللي يكون العناية بالشعر ماسكات وأشياء ممكن أرطب لك شعرك بس ما حغير لك حاجة من الشعرة نفسها. عادة لما عميلة تيجيني يكون عندها نشفان في شعرها وعندها تقطع في شعرها، أنا ما حعطيها بلسم عادي. صح. أعطيها علاج زي البروتين أو زي العلاجات هذه اللي تكون مداها طويل، بتغلف الشعرة نفسها بمادة واقية، فالشعرة نفسها دحين تكون أصعب إنها تتقطع وأصعب إنه التقصف ينمو في داخلها. البروتين والفيلر برضو صحيح. الفيلر يصير يعني زي عازل. طبعا هذا كل واحد منه له خدا صحيح. حلو. طب لما نعرف أكثر عن المستحضرات، يعني أنت بتشوف الكم الهائل والانتشار الواسع ما شاء الله تبارك الله الفاشينستات، وإحنا قاعدين نسمع كلامه واشتريت معرفة وإحنا من جد بنجيب الزيت الفلاني جري نجيب على طول كريم الفلاني جري وأنا نفكر فنجيب مستحضرات، فأنا إيش يعرفني إن هذا المستحضر يناسبني أو ما يناسبني؟ والله ما اقدر اقول لك في طريقه معينه، هي الريفيوز كثير تساعد. صحيح. لما تقرا الريفيوز، انا بيرسونال اقرا الريفيوز بس كمان ما في غير انك تجربي على حالك وتسالي الاخصائيين. انا عندي مجموعه من الاخصائيين عندي وكمان بخارج المملكة أتواصل معاهم أثق بهم 100% لما هم يقولوا كلمتهم أمشي عليها. بس كمان كل ما المادة يركز أكثر على العناية بالشعر وصحة الشعر ومو على الفرد نفسه. صحيح. أو تلميس صحيح. الشعر صحيح. هنا إحنا نعرف إنه إحنا بعدنا شوي عن الكيماويات الضارة. صحيح. خبيرة التجميل شهرزاد فيصل نورتينا اليوم في سيدتي. شكرا لك. أهلا بك. متابعينا فقرات سيدتي باقي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.